وللوقوف عند إقرار البرلمان الحالي قانون معادلة الشهادة العلمية المثيرة للجدل، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، السلام عليكم. يعني قانون اعتبره متخصصون أنه أقر لرغبات سياسية محضة ويسمح للمسؤولين بالحصول على شهادات عليا من جامعات غير رصينة أو حتى مزورة، بالإضافة إلى وجود ثغرات عديدة به. هل تتفق مع هذا الطرح دكتور هلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. ونعزي حملة الشهادات بالعراق. نعم. الذين أمضوا حياتهم في الحصول على الشهادات العليا من الجامعات الرصينة في العالم، ليكون العراق في مقدمة الدول الذي شهد لها العالم بالتقدم العلمي في هذا المجال ورصانة الشهادات العراقية ما قبل الاحتلال 2003. اولا، هذا القانون هو عار على الشهادات العليا وليست قانون لحملة الشهادات العليا او معالجة الشهادات. اولا، هناك عدة اسئلة اريد ان اثيرها في هذا المجال. اولا، ما هو القصور في قانون معادلة الشهادات الذي كان ساريا في العراق من عام 1975 ولحد الان، وما سبقه من عام 1960 في قانون البعثات ومعادلة الشهادات وكيفية المعادلة والإجراءات التي سبقت. إذا كان هناك نقص في أو هناك قصور، فيتم معالجة القصور دون الرجوع إلى سن قانون. يبدأ المادة الثانية منه فقرة أولا تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية. نعم. التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية، ونضع خطين عند هذه الفقرة أولا بالغة الأهمية، لأنه شرط القبول في مجلس النواب أن يكون لديه شهادة الدراسة الثانوية. هل نعم. هذه شهادة ثانوية تحتاج إلى معادلة وتسمى شهادات عليا؟ إذا هذا الكلام هو مفصل تفصيل على النواب. وعند الاسترسال في هذه في هذا القانون، نجد أنه تجاهل رأي التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتناقض مع المادة الواحد من القانون الذي يقصد به الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. إلى آخره، ويحدد أنه هذه المسؤولية مسؤولية وزارة التعليم العالي، علما بأن وزارة التعليم العالي في 19/8 من هذا العام أو العام اللي قبله في 19/8 رفضت هذا المشروع، هذا القرار، وأرسلت رسالة مفصلة بضرورة إيقاف هذا القانون. نعم. إلى مجلس النواب. الأمر الآخر أنه كل المواد التي تنحصر فيها القانون متناقض، بحيث أنه لا يصلح أن يكون قانون. وإذا استرسلنا في المواد الإنشائية الموجودة في هذا القرار. نعم. نلاحظ هناك تناقض ما بين المدة الأصغرية لحملة شهادة الدكتوراه والماجستير اللي هي ما بين 2 إلى 3 سنوات إذا كانت ما بعد الدراسة الأولية، وأربع سن... 3 سنوات ونصف ما بعد الدراسة ما بعد الماجستير 3 سنوات للدكتوراه. نلاحظ أنه يحصلون على مدة الإقامة بين 4 أشهر إلى 6 أشهر. أنا هذا لا ما أفهمه حقيقة، ما القصد بأنه 4 أشهر إلى 6 أشهر؟ هي مفصلة على فترة الفترة التي يمكن تزوير فيها الشهادة من دول العالم. نحن نعلم، ونحن خريجين أكاديمية الجامعات العالمية، أنا خريج بريطانيا وغير كثيرين من الجامعات العالمية. نعم. أنه عملية الاستقصاء عن, 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 عن الشهادة تتم من خلال مراسلة التعليم العالي، أولا معرفة هذه الجامعة، اثنين تصديق الشهادة للطالب المبتعث سواء كان طالب بعثة أو النفقة الخاصة من الملحقية الثقافية في البلد. ويكون الملحق الثقافي مسؤول مسؤولية مباشرة على معرفة هذه الجامعات والاتصال بها ومعرفة ما درس طلابها في العالم. هكذا كانت التعليم العالي في العراق إلى حد ما أتونا الإخوان الذين لا يملكون شهادة في المتوسطة. نعم. لكي يسن قانون، لاحظ حتى في نص القانون انه الذي لم يكمل المتوسطه. طيب الاعضاء البرلمان الذي راسب المتوسطه صار وعمره تجاوز السن القانوني للدوام في هذه المدارس، يريدون ان فصلوا هذا القانون على مقاسم. لا يوجد شيء اسمه اقامه لاربع اشهر لدراسه الدكتوراه خارج العراق للدراسه النظريه، و6 اشهر للدراسه البحثيه والمختبرات.
من أين أتوا بهذا العلم؟ هذا دليل على جهل كبير لمن أسن هذا القانون. طيب وأنه دكتور. مفصل تفصال. نعم. القانون يجب أن يسمى قانون منح أعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة شهادات بلا تعب. هذا هو نص القانون أصلا. لا يجب أن يسمى باسم التعليم العالي ولا يمكن أن ينتمي للتعليم العالي. طيب. مع احتراماتنا لكل القائمين على هذا المقطع الذي كان رافدا للعلم والتكنولوجيا في العراق. دكتور، إذا ما بحثنا عن الحقائق، وسائل إعلام نرويجية كانت قد كشفت في وقت سابق عن حصول وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي ووزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي على شهادات من أكاديمية دنماركية مزورة لا تمتلك حتى حرما جامعيا، وأيضا مملوكة لشركة مسجلة كمطعم بيتزا. كيف يمكن هنا التصديق بأن هناك مساعي لمحاربة الفساد من نخبة هي أساسا متورطة بالتزوير؟ يا سيدي، أن العدد حملة الشهادات المزورة في العراق والذي تبوأ المناصب العليا في الدولة العراقية لا تعد ولا تحصى، وبالتالي لا يمكن لفاسد أن يعالج فسادا. هذا موضوع شبعنا منه إعلاميا أنه محاربة الفساد، وكل من يأتينا يغني بهذا وهو أكبر الفاسدين. القضية الأخرى أنه الشهادات العراقية وشهادات الجامعات العراقية أصبحت خارج نطاق الاعتراف بعد 2003، بعد تدني المستوى العلمي وبعد الحصول على الشهادات بطريقة مخجلة ومخزية. لاحظ في نص القانون أنه تعدد الجهات التي تصادق على أو تعادل الشهادات، وهناك نص في الفقرة تابعا يقول يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد سنوات فيها مساوي للاعتراف في الدراسة الثانوية لغاية تعادل. يعني مخزي هذا الكلام. يعني أنا الآن نعادل الشهادة اللي بعد المتوسطة؟ هذا هو هدف التعليم العالي؟ الفقرة الأخرى أنه هناك فقرة معروفة واضحة تشير إلى كل ما أشرنا إليه، أن هناك المعهد البرلماني، معادلة الشهادات اللي يصدرها المعهد البرلماني. متى أنشئ هذا المعهد البرلماني ولماذا يصادق هذا على الشهادات؟ أليست الشهادات العليا هي من اختصاص وزارة التعليم العالي؟ لماذا هذا المعهد يصادق والوزارة الفلانية تصادق ووزارة الدفاع تصادق وأصبحت حتى المدير العام يصادق على شهادة؟ هذا جانب. الجانب الأهم من هذا أنه لا يجوز لشخص مسؤول لا يحمل شهادة الدكتوراه تحديدا أن يصادق على شهادة الدكتوراه ممنوحة من جهة أعلى منه مرتبة علمية. هذا لا يجوز. نعم. لأنه هذا القانون اللي معروف بكل العالم. يعني أما أن يكون حاصل على الدرجة العلمية بالبحث ومن خلال البحث يكون هو ماجستير أو بكالوريوس وله باع طويل في البحث العلمي ولديه شهادة فخرية بالدرجة العلمية، أما منح الدرجة العلمية هذا اختصاص وزارة التعليم العالي واختصاص لجان متخصص في التعليم العالي، لأنه عمليات الترقيات العلمية ومنح الألقاب العلمية مرتبط بنظام رصين وهو البحوث والبحوث الأصيلة ومدة الدراسة ومدة الخدمة، وكل درجة لها قانون رصين. لماذا هذا القانون الهزيل؟ هذا القانون كما أسلفت وصف غيري أنه هذا القانون يجب أن يسمى قانون منح النواب والدرجات الخاصة شهادات ويصادقون عليها، مثل ما يقول المثل العراقي تبلتشي والعرس لبنى، لأنه يريد يفصلون الأمور مفصلة بالضبط. يعني القانون مفصل على إمكانيات مجلس النواب الذي مثل الأربع لا يملكون الكفاءة العلمية ولا الشهادات، وبهم عدد كبير من المزورين. هذا لا يعني أنه الذي يمتلك شهادة هو وطني والذي لا يمتلك شهادة غير وطني، لا، وإنما عندما نناقش قضية علمية تخصصية يجب أن نعطي هذا المجال لأصحاب الاختصاص، وبنص القانون يقول هذا اختصاص التعليم العالي. طيب ما بتدخل المعهد البرلماني بالتعليم العالي؟ نعم دكتور. ما معهد الدراسة المتوسطة بالتعليم العالي؟ ما دخل وزارة الداخلية بالتعليم العالي؟ نعم. ما دخل وزارة الدفاع بالتعليم العالي؟ هناك لغط كبير في هذا القانون لا يصلح أن يكون قانون. وضحت الصورة دكتور. الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.